معاناتي بسبب والدي يشرب وتعنيف، فاضطريت أني أتزوج بعمر 13 سنة. هي المشاكل اللي بدت إنه والدتي طلقت من والدي، وبعدين أبويا خلاني يمه وزوجني. هواي صعوبات، إنه كنت ما أعرف شنو الزواج، وهواي تعنفت إنه أنا من الزوج اللي تزوجته، لأن ما أعرف الزواج شنو. اي جبت، صارت عندي بنية وأنا عمري 15 سنة، وكان يعنفني إنه إذا ما أخليه، يعني هسه شلون يقولون التمتع، إذا ما أخليه أنا هواي أتأذى، يعني الليل كله أنا بس ضرب. وصاروا عندي هواي أطفال، صاروا عندي 2 ولد وثلاث بنات، وأنا على هاي الوضعية. بس بعدين اضطريت أني أنفصل من يمي. أي من أحسن شيء أكيد، لأن إحنا صار بينا مو شوية. يعني شنو، أنا هسه عمري 35 سنة، أنا مطلقة وجاي أشتغل عاملة تنظيف ومعيشة أطفالي، وشنو شفته من حياتي أنا أصلاً؟ هذه قصة سلوى، واحدة من نساء عراقيات عديدات عانين من صعوبات زواج القاصرات. بعد عام 2003 حاول القانون العراقي منع تكرار مأساة سلوى مع نساء أخريات عبر منع تزويج الفتيات تحت سن 18، لكن اليوم عاد الجدل إلى أروقة البرلمان العراقي لإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، ما يجيز زواج القاصرات بالإضافة لأمور أخرى لا تنصف المرأة بحسب نشطاء حقوقيين. هو محاولة لنسف قانون الأحوال الشخصية، اللي هو يعتبر إحدى مكتسبات الحركة النسوية، وليس فقط الحركة النسوية، وإنما يعتبر أساس من أسس الدولة العراقية الحديثة. في نهاية يوليو الماضي تقدم أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بمقترح يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث، ويعطي القانون الحق للمواطنين في اختيار اللجوء إلى إحدى مدونتين يقدمهما المجلسين الجعفري أو الحنفي للبرلمان، وذلك لتنظيم أحوالهم الشخصية. الاقتراح أثار غضباً واسعاً في أوساط المجتمع المدني العراقي، وسط اتهامات لبعض القوى السياسية في العراق بأنها تعزز الطائفية وتهضم حقوق المرأة، وهو ما دفع البرلمان إلى تأجيل مناقشة التعديلات في داخله، بينما استمر النقاش بالخارج، إذ دافعت بعض الجهات عن التعديلات بأنها تتماشى مع المادة 41 من الدستور التي تجيز حرية العراقيين في أحوالهم الشخصية. أخذ الملاحظات على تعديل قانون الأحوال الشخصية بطريقة هجينة ونشاز أمر غير مقبول. البعض يتصور أنه إحنا ضد الشريعة، لكن بالحقيقة يعني أسأل وأوجه السؤال اللي يقفون مع التعديل، هل هناك مادة في هذا القانون، قانون الأحوال الشخصية النافذ، يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ يعني تقريباً خلينا نقول يمكن لربما 70 إلى 80% من مواد القانون هي استندت على ما جاء به، أفضل ما جاء به الفقه الجعفري وأفضل ما جاء في المذهب الحنفي. كذلك وجهت القوى المدنية العراقية انتقادات لعدم وضوح المدونات السنية أو الشيعية بعد، التي قيل إنها ستصدر بعد 6 أشهر، ما يعني أن التصويت إذا ما تم سيقوم بالموافقة على تعديلات غير واضحة بعد على حد قولهم. هذا فيما تعهد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية عبر المجلس الأعلى لشؤون المرأة. فلماذا تعارض القوى المدنية التعديلات؟ بالنسبة لها فإن التعديلات المطروحة ستسمح بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، ما يعني شرعنة زواج القاصرات. زين، إحنا إذا نحارب هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة إحنا لربما البعض همين من اللي يقولون إحنا غير ملزمين بتزويج بناتنا بهذه الأعمار، وحتى اللي يرغبون بالبقاء على قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية هم غير ملزمين بتزويج بناتهم، صحيح، لكن إحنا نعطي ضوء أخضر ونقنن هذه الرغبة، وخصوصاً إحنا عندنا عوائل اليوم تعاني من ظروف اقتصادية صعبة ومنتشرة ظاهرة بيع الطفلات والأطفال، يعني للتخلص من أعباء الاقتصادية للفتاة في هذه الأعمار.
مشروع القانون يثير الجدل أيضاً بسبب ما يراه البعض بأنه يحرم الزوجة من حقوق النفقة ويحصر مسائل الزواج والطلاق بيد رجال الدين فقط، كما يسلب التعديل الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت على عكس القانون الحالي. الأحوال الشخصية هي لا تقتصر فقط على زواج القاصرات والطلاق، وإنما هناك أكو نفقة، هناك حضانة للطفل. يعني وفق الشريعة يقول لك يعني في المذهبين أنه تذهب حضانة الطفل بعد العامين للأب. زين، هل الأب دائما هو يكون صاحب الأهلية بحضانة الطفل، أم يفترض أن تكون هناك، يعني مع أنه يكون هناك توازن في المادة 57 وإعطاء مرونة للقضاء بأن يكون هو يحكم بين من المؤهل لحضانة المحظونة، الأم أم الأب؟ وبحسب القوى المدنية أيضاً، فإن إقرار التعديلات سيرفع من نسبة العنف تجاه الأطفال ويقلل نسبة التحاق الإناث بالتعليم، ويبقى الانتقاد الأبرز في نظرهم والتأثير الذي ستدخله على بنية الدولة. المسألة مو مسألة فقط حقوق النساء، يعني يعني البعض يأخذ الموضوع وأنه كأنه هو فقط حركة نسوية وناشطات، وإحنا يهددون مدنية الدولة، وبالتالي هم يخالفون مواد دستورية، والمواد الدستورية تقول المواطنين العراقيين متساوون أمام القانون. زين، هناك بالدستور مبدأ فصل السلطات، مبدأ فصل السلطات. زين، احنا هم بهذا القانون هم كأنه يخلقون سلطة تشريعية رديفة لمجلس النواب، وهذا مخالف للدستور. هذه ليست المرة الأولى التي يتم طرح مثل هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، إذ سبق وأن تم طرح ذلك في العامين 2014 و2017، لكن مقدمي التعديلات فشلوا بتمريرها آنذاك، بينما يتخوف البعض اليوم من أن يتم إقرار هذه التعديلات لما تمثله من استخدام للقانون في توجيه ضربة للنساء بحسب المنتقدين. والله وهذا القانون دمرنا الصراحة، يعني هو القانون ما كان ما يشوفنا احنا شلون عايشين وشلون معيشين اطفالنا، جاي زوج طفل صغيرة او هيك شيء، لا ما يصير.